ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله النهارده هنصور اول حلقه من برنامج التحاليل الطبيه والعصر 4. هنتكلم النهارده عن فكره جديده، هنتكلم في البرنامج بتاعنا عن الانتربريتيشن الخاص بكل تحليل. صورنا في البرامج اللي فاتت الشرح بالتفصيل وشرح العملي واشتغلنا بايدينا كتير، جه الوقت اللي احنا دلوقتي نفسر كل نتيجه طالعه من المعمل معناها ايه. لان لاحظنا ان في ناس كتير عندها مشكله ان ما تعرفش النتيجه دي عاليه قليله مظبوطه مش مظبوطه، في مشكله هل دي ماشيه مع المريض مش ماشيه وهكذا، وفي ناس بقى كانت بتظبط نتائج والكلام ده. ان شاء الله احنا هنبدا في البرنامج دوت هنفصل حاجات كتير جدا 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 مع بعض، وهنكمل المشوار اللي بداناه معانا مع بعض في التحاليل الطبيه والعصر 1 و2 و3. النهارده هنصور اول حلقه من التحاليل الطبيه والعصر 4، هنتكلم فيها عن مرض السكر. تمام؟ طبعا انا زي ما انتم متعودين اللي احنا محضرين الميديا بتاعتنا، هي موجوده في الكشكول هنا، هنفتحها عشان ما ننساش اي حاجه. قالك ان انا عندي البنكرياس بتاعي فيه خلايا كتير، من ضمن الخلايا دي جزر اسمها جزر بيتا، تمام، او خلايا بيتا فيها جزر اسمها جزر لانجرهانس. تمام؟ خلايا بيتا دي بتطلع لي الانسولين، تمام كده، وده ليه علاقه وطيده جدا بالموضوع بتاع النهارده. قالك ان ممكن نصور هنا، انت عندك البنكرياس ودي شكل خلايا بيتا، تمام. طيب وظيفه الانسولين ايه؟ قالك وظيفه الانسولين بتاعي ان هو في ريسبتورز ليه على الخليه بيجي يمسك فيها ويخبط عليها ويقول لها ايه، دخلي لي الجلوكوز، تمام كده. تعالوا بقى مع بعض نبص. قالك عندي ان انا مريض السكر في نوعين، قالك النوع تايب 1 والنوع الثاني تايب 2، بس في دراسات قالك في نوع تايب 1 تايب 2، دي دراسات اخيره خالص هنبقى نتكلم عليها بعد كده. قالك تايب 1 تمام كده النوع الاول من السكر، قالك انسولين ديبندنت، يعني هو بيعتمد على وجود الانسولين، بمعنى اصح ان بيبقى حصل اختفاء للانسولين في الجسم فانا بدي المريض بتاعي ايه؟ الانسولين بتاعي. طب النوع الثاني قالك ما بيعتمدش على وجود الانسولين، ولكن بيبقى في مشكله في الريسبتورز الموجوده على الخليه اللي احنا صورناها اللي هي دي، تمام، اللي هي الريسبتورز دي بيبقى فيها مشكله. المريض ده انا ما بديليش انسولين، تمام. يبقى انا عندي مريض السكر تايب 1 وتايب 2. تايب 1 المشكله هنا عندي في الانسولين، بيبقى حصل تدمير كامل لخلايا بيتا ما بتطلعليش الانسولين، وتايب 2 بيبقى عندي مشكله في الريسبتورز. طب قال لك افرق ما بين تايب 1 وتايب 2 ازاي؟ قال لك هنعمل تحليل انسولين وسيبيبتايد، تمام؟ هتلاقي الانسولين في التايب 1 هو اصلا في مشكله في المكان اللي بيطلع منه. قال لك اللي هتلاقي الانسولين والسيبيبتايد زيرو او ابسنت مش موجود، عشان كده بدي انسولين كاريلي. طيب في تايب 2 قال لك ايه بقى؟ قال لك هتلاقيه نورمال، تمام؟ لان انا المشكله عندي مش في البنكرياس، المشكله عندي هنا فين؟ في الريسبتورز الموجوده على الخليه. طيب انا بعمل تحاليل ايه عشان اشخص بيها مرض السكر؟ لك بتعمل تحاليل كتير جدا. اول حاجه واشهر حاجه واهم حاجه بتعمل الجلوكوز تولرانس تيست او الجي تي تي او منحنى السكر. بعد كده ممكن نعمل فاستنج والبوست برانتيا، تمام، اللي هو الصايم والفاضي. بعد كده بنعمل اتش بي اي 1 سي، وبعد كده بنعمل فركتوزامين، تمام. في بقى حاجه ثانيه بس دي ما حدش بيتكلم عنها، اللي هي جلايكوليت اند برودكت، ودي بنقيس السكر بتاعنا في الدي ان اي، تمام. طيب تعالوا نقلب الصفحه ونشوف. قال لك لما تيجي تشتغل، طبعا مش هتكلم عن النظري، انا هتكلم عن الانتربريتيشن بتاع النتائج زي ما انتم شايفين قدامكم كده. قال لك انا دلوقتي جيت اعمل تحليل السكر الصايم والفاطر والجلوكوز تولرانس، وجيت اعمل الاي 1 سي، اعرف المريض ده اذا كان هو مريض سكر ولا مش مريض سكر ازاي؟ احنا هنيجي نبص عندنا ونشوف الارقام زي ما انتم شايفينها في الورقه، تمام؟ قال لك ان الانتربريتيشن بتاع الريزلت بتاعتي لما الفاستنج بلاد شوجر يبقى من 110 ل 125، والاتش بي اي 1 سي يبقى 6.5، والسكر الفاطر من 140 ل 200، ده معناه اسمه بري دايابيتك. طب ركز معايا انا بقى، هتيجي يقول لك كده انت عندك استعداد اللي يجي لك سكر بس انت ما عندكش سكر، يعني انا في الحاله دي ما بقدرش اديك علاج سكر، لكن بقول لك ايه؟ بقول لك ظبط اكلك
وزن ظبط الوزن بتاعك، نزله اذا كنت تخين او في سن او حاجه، كل ده بتظبطه. وخلي بالك ما تفرحش قوي وما تزعلش قوي، لان لو فرحت قوي او زعلت قوي ايه اللي هيحصل عندك؟ ممكن يحصل لك اصابه بالسكر. تمام، ده اسمه بري دايبيتيك، عشان في ناس بتطلع عندها الرقم يقول لك ده 110 111 115 120 125، لحد هنا ده عنده قابليه ان ايه؟ ان يجيله اصابه بالسكر. تمام، طيب انا بقى لما يطلع عندي النتيجه موزان 126 الفاستنج، الاي 1 سي موزان 6.5 اكتر من 6.5، الصايم والفطر بعد ساعتين اكتر من 200، ده مريض سكر. تمام، ده مريض سكر. جه بعض دكاتره البطنه قال لك ايه؟ قال لك لما الاي 1 سي يبقى من 7 ل 9 ده مريض سكر من النوع الثاني، يبقى المشكله عنده هنا في الريسبتورز، المشكله عنده مش هنا، مش ايه في الانسر، فهنا هدي له حبوب، هدي له اورال تابلت. طيب اما لما يبقى عندي الاي 1 سي اعلى من 9 ده عنده مشكله في البنكرياس في افراز الانسولين مش موجود، وده لازم ادي له انسولين خارجي. والانسولين احنا بنديه حقن، ما بندوش تابلت عشان ما يتكسرش من ايه؟ من حمض الاتش سي ال بتاعه. تمام كده؟ طيب قال لك بقى في الجي تي تي او الجلوكوز تولرانس تيست بتاعي، قال لك ان انت لما تيجي تشتغله، طبعا احنا بنقول للمريض اللي انت هتجيب عينه يورين صايم وعينه دم، وبعد كده بنديله اللي هو الباودر بتاعه زي ما انتم عارفين، وبعدين بنسحب منه العينات ونشوف. طيب النتائج بتاعتي لما تطلع الانتربريتيشن بتاعها ايه؟ قال لك لما يبقى الفاستنج بلاد شوجر تمام ماكسيمم، يعني اقصى حاجه ليه 120 مللي جرام بير ديسيليتر، وبعد ساعه يقول لك ماكسيمم 140، وبعد ساعتين بيرجع طبيعي، يبقى ده البيشنت دوت او الانسان دوت ما عندوش سكر، ده نورمال بيرسون. يبقى عندي قال لك ايه؟ قال لك ان الصايم 120 وماكسيمم بعد ساعه 140 وبعد ساعتين بيرجع طبيعي، يبقى ده ما عندوش سكر خالص. طيب الدايابيتك بقى المريض السكر، قال لك ان الصايم هيبقى مور زان 120 والفطر بعد ساعة مور زان 180 وافتر تو اور اللي هو بعد ساعتين مستحيل هيرجع طبيعي. تمام؟ ده مريض سكر. تمام كده؟ طيب قال لك كمان ان انا ممكن الاقي السكر عندي موجود في اليورين ومش موجود في البلد. دي حالة من الحالات اللي هتقابلنا. نزول السكر في اليورين وهو طبيعي في البلد ده ليه سببين، في سبب فيسيولوجي وفي سبب مرضي. السبب الفسيولوجي بتاعي ان انا ممكن اجي واخد اوفر دوز من السكريات، تمام كده، وده ممكن ينزله لي، ده طبيعي. عشان كده لما بيجي لي السكر في البول بلاقي السكر موجود في البول، ما بقدرش اقول للمريض ان عندك سكر، بقول له ريكومندد فور فاستنج والبوست بوند الشوجر اللي انت عامل لي تحليل السكر صايم وفطر عشان اتاكد ان انت ما عندكش، وهات لي عينه يورين صايم ما تكونش اكلت اي حاجه. لو لقيت سكر في الحاله دي يبقى هو مريض سكر، لو لقيته في الدم وفي البول. لو لقيته في البول وما لقيتوش في السكر يبقى هنا النزول مش فسيولوجي، هنا الحاله دي اسمها جلوكوزوريا، هنا بيبقى في مشكله في النفرون بتاعه الكليه فبتنزل لي السكر بتاعي. تمام كده؟ يبقى بكل بساطه جلوكوزوريا تعني ايه؟ قال لك ان الجلوكوز نورمال في البلد، تمام؟ الجلوكوز نورمال في البلد، وايه؟ وقال لك ان الجلوكوز موجود في اليورين. تمام كده يا شباب؟ يبقى احنا عرفنا الحالات اللي معانا. بعد ما خلصنا الانتربريتيشن بتاعنا هنقول شورت نوت مهمه جدا، ودي هتبقى معانا ان شاء الله في كل حلقه. تمام؟ الشورت نوت هنصورها برضه ليه. الشورت نوت دي مهمه جدا 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 ونركز فيها مع بعض، تمام؟ يلا بقى نتكلم شويه. بعض الناس ركزوا معايا، بعض الناس هيجي يقول لك ايه؟ هو انا ينفع اعمل تحليل اتش بي اي 1 سي للاطفال اللي لسه مولودين واشوف عندهم سكر ولا لا؟ هنيجي نقول له ما ينفعش، ما ينفعش اعمل تحليل اتش بي اي 1 سي لطفل لسه مولود الا لما يكمل 6 شهور. ليه لما يكمل 6 شهور؟ قال لك لان نسبه الهيموجلوبين او نوع الهيموجلوبين اللي موجود عندي، لما اجي اعمل هيموجلوبين الكتروفريسيس المفروض ان انا عندي اتش بي اي 1 HbA2 HbF. قال لك في الاطفال اللي لسه موجوده اعلى نسبه هيموجلوبين موجوده هي HbF، بتبدا بعد 6 شهور تنزل تدريجيا ويتكون عندي HbA1. تمام؟ عشان كده ممنوع منعا باتا اعمل تحليل HbA1c لطفل لسه مولود، لازم يعدي الست شهور. طيب
قال لك كمان ان فكره تحليل الاتش بي اي 1 سي عندي ان هي بترتبط بعمر كرات الدم الحمراء من 90 ل 120 يوم، تمام كده؟ من 90 ل 120 يوم. طيب ايه اللي بيحصل عندي؟ انا النهارده جالي شويه سكر، تيجي الار بي سيز واخده شويه سكر، كمان يومين شويه سكر، كمان يومين شويه سكر، لحد ما يحصل لها فول ساتوريشن، تمام؟ لحد ما يحصل لها ايه؟ فول ساتوريشن، تشبع. بتتشبع في خلال الفتره الزمنيه بتاعت الايه؟ ال 120 يوم. طيب انا تمام؟ قال لك ان انا دلوقتي الفكره كلها ارتباط ايه؟ ارتباط السكر بالار بي سيز. طيب لو انا عندي سيفير هيمولوتيك انيميا، او لو انا عندي هيمولوتيك انيميا، انيميا تكسيريه، هل السكر هيلاقي ار بي سيز يمسك فيها؟ كل ما البون ما يطلع لي ار بي سيز اللي يحصل عندي تتكسر، كل ما يطلع تتكسر، هل السكر هيمسك؟ قال لك لا، قال لي هيديني فولس لو، تمام؟ هيديني نسبه قليله لل اتش بي اي 1 سي عندي، لان مفيش ار بي سيز يمسك فيها، يبقى ممنوع منعا باتا اعمل تحليل اتش بي اي 1 سي لحالات الهيمولوتيك انيميا. طب انا هعمل ايه قبل ما اشتغل اي 1 سي؟ قال لك لازم 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 قبل ما تشتغل تحليل الاي 1 سي تاخد الكيس هيستوري بتاع المريض وتعمل لي تحليل هيموجلوبين الاول، اشوف اقل من 8 ما اعملش التحليل، حتى لو 8 ممكن يبقى التحليل عندي مش مظبوط، تمام كده؟ يبقى ممنوع اعمله في الاطفال اللي لسه مولوده عندي ما كملتش 6 شهور، ممنوع اعمله في ايه؟ في الحالات الهيمولوتيك انيميا عندي، تمام؟ طيب انا في تحليل تاني اسمه فرتوزامين. احنا اتكلمنا وقلنا ان ال HbA1c بيعرفني نسبه السكر في الجسم خلال 120 يوم، والتحليل ده خطير جدا. ليه بقى؟ لان ساعات المريض يجي يقول لك انا بقى العلاج مش جايب نتيجه معايا، وتيجي تعمل له التحليل تلاقيه تمام. طب المريض ده عمل ايه؟ المريض ده اهو فضل ياكل ويهكس طول حياته بره، وياكل تورته وجاتوه وحلويات وما اعرفش ايه، وقبل ما يجي المعمل بيومين ثلاثه يجي مظبط الاكل بتاعه فيطلع التحليل عندي كويس. هنا المريض كذب عليا، انا دايما بتعامل مع المريض انه بيكذب عليا، ما بثقش في نص كلامه، فهو كذب عليا. طب انا اقفشه ازاي؟ قال لك تقفشه بالاي 1 سي. لو لقيت الاي 1 سي نسبته عاليه والصائم والفطر نسبته في الطبيعي او اعلى من الطبيعي شويه، يبقى المريض ده بيكذب عليا، تمام؟ لو لقيت الاي 1 سي عندي نسبته طبيعيه والصايم والفطره عندي عالي، يبقى حاله الاصابه بالسكر ايه هنا؟ قال لك حاله الاصابه بالسكر هنا وقتيه، لسه حاصله دلوقتي، ما حصل لسه ما لحقش السكر يمسك خلال ال 120 يوم بتوع الار بي سي. لو لقيت الاي 1 سي عندي طبيعي والسكر والصايم والفطره طبيعي، يبقى المريض ده ما عندوش سكر. كده الانتربريتيشن بتاع الاي 1 سي هنقوله بسرعه. لو لقيت الاي 1 سي عالي والصايم والفطره طبيعي او مش ماشي مع النتيجه، يبقى المريض ده بيضحك عليا ومبوظ اكله طول الفتره اللي فاتت. لو لقيت الاي 1 سي عالي والسكر والصايم والفطره عالي، يبقى المريض دوت الدنيا خربانه معاه ولازم نظبط له العلاج. لو لقيت الاي 1 سي طبيعي والصايم والفطره طبيعي، يبقى المريض ده عندي طبيعي، تمام؟ قال لك بقى ان الاي 1 سي بياخد له 120 يوم او فتره طويله. طب ما انا اشوف تحليل تاني اسمه فركتوزامين، بيعتمد على ارتباط الالبيومين السكر وفتره عمر الالبيومين في الجسم قد ايه؟ قال لك 14 يوم، يبقى المده الزمنيه قللناها، تمام؟ طيب هو هنا بيعتمد على الالبيوم. طب لو في مشكله في الليفر، هيبقى عندي مشكله في الالبيوم، يبقى ممنوع منعا باتا اعمل تحليل الفركتوزامين لمريض الايه؟ الكبد، تمام؟ ممنوع منعا باتا اعمل تحليل الفركتوزامين لمريض الكبد نتيجه لان هيبقى عندي مشكله في ايه؟ في الالبيوم. طيب جه قال لك كمان لو البيشنت جاي لك المعمل وعاوز يعمل صايم وفاطر وهو اخذ العلاج، انت هتتصرف معاه ازاي؟ انا عندي احتمالين، يا المريض ما ياخدش علاج واشوف النتيجه الكليه في الجسم من غير علاج، يا المريض ياخد علاج واشوف تاثير العلاج على النتيجه. دي صح ودي صح وبترجع من دكتور للتاني. في الحاله دي لما البيشنت ياخد العلاج عندي هقول له بيشنت اندر كنترول ويز تريتمنت اورال او patient under controlled with treatment answer، تمام؟ يبقى هنا نوع العلاج انا كتبته وبعرف الدكتور ان المريض ده واخد عندي علاج والعلاج اسمه كذا، عشان تخلي بالك لان ممكن تلاقي البوست بونديال اللي هو السكر الفطر اعلى بتاع اقل من ايه؟ من الصايم، فما تبدلش النتيجه، بيبقى البيشنت عندي واخد علاج. اخر حاجه خالص معانا في الحلقه بتاعت النهارده، ان من حكمه ربنا سبحانه وتعالى علينا ان السبرم عندي، تمام؟ ما
ما بيعتمدش على الجلوكوز، لان لو كان السبرم بيعتمد على الجلوكوز كان هيبقى عندي مشكله في الجنس البشري، تمام؟ كان هيبقى عندي مشكله في ايه؟ في الجنس البشري اللي كان هيحصل له انقراض. لكن من حكمه ربنا سبحانه وتعالى علينا ان نوع السكر اللي داخل في الحركه بتاعت السبرم عندي او في تكوين السبرم قال لك الفركتوز، وده ما بيعتمدش على الانسولين، ده بيدخل مباشر للخليه. احنا كده خلصنا اول حلقه معانا في رمضان، كل سنه وانتم طيبين، عن مرض السكر والانتربريتيشن الخاص بالنتائج. يا رب تكونوا استفدتوا حاجه. اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من برنامج التحاليل الطبيه والعصر 4. كان معاكم كابتن اناليسز. لو عجبك الحلقه اعمل لها سبسكرايب، ما تنساش تعمل لايك على البيج بتاعتنا وتشترك على القناه. اشوفكم على خير في حلقه جديده.